دي صورة لمكان اجتمع فيه 1000 شخص، ودي صورة لمكان اجتمع فيه 10,000 شخص، ودي طبعا الضعف. دي صورة فيها 20,000 شخص. وفي عام 2021 وزير التعليم العالي صرح بان في 25,000 طالب وافد قدم على المرحلة الجامعية الاولى اللي هي سنة اولى في الجامعات المصرية. قر علينا وحسدنا بقى. لا احسدنا يا عم، مش حسد والله، بس اكيد جه في ذهن اي حد بان ليه الطلاب الوافدين بيختاروا مصر كمكان يكملوا فيه تعليمهم الجامعي، وخاصة طب بشري وطب اسنان. فتعالوا مع بعض اجاوبكم على شوية اسئلة بتدور في ذهنكم، ولو انت طالب وافد عايز تدرس في مصر فالفيديو ده هيبقى كافي وافي بالنسبة لك. فيلا بينا. ومساء الخير اصدقائي، مساء الخير متابعين قناه دكتور هيرو، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مخصص للطلاب العرب اللي خلصوا دراستهم في مرحله الثانويه وبداوا يفكروا يا ترى هنكمل جامعه فين، وواحده من ضمن اختياراتهم هي مصر. فتعالوا مع بعض كده نجاوب على بعض الاسئله اللي بتدور في دماغكم. اول سؤال، ليه مصر واحده من انسب الاماكن اللي تدرس فيها في مرحله الجامعه، خاصه لو انت حد عربي؟ تاني حاجه، ليه الطلاب الوافدين والعرب بيختاروا طب بشري وطب اسنان، وايه هي التكاليف اللي بتبقى مفروضه عليهم والشروط اللي لازم يلتزموا بيها؟ واخيرا هنجاوب عن بعض الاستفسارات عن الفرق ما بين مجال طب بشري وطب اسنان، وامتى يكون واحد انسب ليا من التاني، امتى اختار ده وامتى اختار ده. وقبل ما نجاوب عن الاسئله دي تعالوا اكلمكم عن سبونسر فيديو النهارده، واللي هيبقى مفيد جدا بالنسبه لك لو انت طالب وافد بتفكر تدرس في مصر. راعي الفيديو ده هو شركه الفا. شركه الفا هي شركه بتسهل لك وبتساعدك انك تسجل في الجامعات في مصر. من ساعه ما تاخد القرار انك هتدرس في مصر تتواصل معاهم لعند ما توصل جامعتك وتبدا تنزل الجامعه وتحضر المحاضرات بتاعتك، هي بتخلص لك كل الورق المتعلق بيه. ولو حابب تريح دماغك اكتر وتكلمهم عشان يقدموا لك على الفيزا او يحجزوا لك طيران او يعملوا لك سكن، فهم برضه متاحين وهيعملوا لك الخدمات دي. وفي اخر الفيديو هعرضك بعض شهادات القبول للطلاب اللي قدموا من خلال شركه الفا عشان تبقى مرتاح اكتر وعندك ثقه اكتر. تقدر تتواصل مع شركه الفا من خلال الرقم الموضح على الشاشه عبر الواتساب او الاتصال الدولي، والرقم هيفضل موجود طول فتره الفيديو. ودلوقتي خلينا نرجع نجاوب عن الاسئله بتاعتنا. اول سؤال، ليه مصر واحده من انسب الاختيارات للطلاب العرب لدراسه المرحله الجامعيه؟ لان بكل بساطه مصر دوله عربيه وثقافتها اسلاميه، فمشكله اللغه واختلاف الثقافات وخاصة خوف الأهل على أولادهم لما يسافروا لدولة تانية عشان يدرسوا هناك بيبقى أقل لما بيبقى الخيار على مصر. الدراسة في مصر في الجامعات باللغة الإنجليزية، ومش محتاج يبقى معاك شهادة إثبات تحدث لغة إنجليزية. فلو أنت طالب مخلص مدرسة ولسه هتنتحق بالجامعة فمش مضطر إنك تقدم على امتحانات زي الآيلتس أو التوفل عشان تتقبل في جامعة في مصر. المعيشة في مصر أرخص مقارنة بدول الخليج والدول الأوروبية، وده بيوفر على أهل كتير، خاصة إن فترة الدراسة الجامعية بتبقى من 5 لـ7 سنوات، فدي فترة برضو لا يستهان بها. غير طبعا نسب القبول والمصاريف الدراسية اللي هنتكلم عنها في النقاط الجاية. وده اللي هياخدنا للسؤال الثاني، إيه هي الشروط المطلوبة مني عشان أدرس طب أو طب أسنان في مصر لو أنا طالب وافد؟ بالنسبة للطب البشري فمحتاج تبقى جايب في الثانوية العامة 75% وأكتر، أما أنت لو هتدرس طب أسنان فمطلوب منك 70% في شهادة ثانوية أو أكتر من 70%، ودي طبعًا نسب قبول منخفضة مقارنة بالدول التانية. ومش عايزك تقلق من حيث جودة الجامعات، لأن جامعات مصر مصنفة على مستوى الوطن العربي، جامعة القاهرة رقم 4 عربيًا وجامعة اسكندرية رقم 5 عربيًا، فمن حيث جودة الجامعات ما تقلقش. وده ياخدنا للسؤال اللي بعده، المصاريف الدراسية للطلاب الوافدين في مصر كام؟ خلينا نتكلم عن طب بشري وطب اسنان عشان الفيديو ده موجه للناس اللي بتفكر في التخصصين دول. وبالنسبه للمصاريف فهيختلف المصاريف على حسب جنسيه الطالب وعلى حسب مصدر الشهاده بتاعته منين. يعني مثلا الطلاب السودانيين ليهم تخفيض 90% على المصاريف الدراسيه، فبيدفع الطالب في السنه $600 بدل من $6000. الطلاب السوريين والفلسطينيين ليهم تخفيض بنسبه 50% بس لو كانت شهاده الثانويه بتاعتهم من بلادهم، يعني من سوريا او من فلسطين، بيقول لهم تخفيض فبيدفعوا $3000 بدل من $6000 في السنة. اما بالنسبة للطلاب السوريين والفلسطينيين اللي حاصلين على شهادتهم من غير بلادهم الام فبيدفعوا الرسوم كاملة $6000 في السنة. وبرضو الطلاب اللي من جنسيات تانية من العرب زي الجزائريين الاردنيين وغيرهم فبرضو بيدفعوا $6000. ولكن الناس اللي مالهمش تخفيض، في بعض الجامعات منفصلة كده كل جامعة بتقدم تخفيض خاص بيها، في بعض الجامعات بتقدم خصومات بتوصل من 15% ل30% على المصاريف الدراسية. يعني مثلا لو انت كنت هتدفع $6000 من غير تخفيض، فلو عرفت الجامعات اللي بتقدم تخفيض فممكن تدفع $4200 في السنة بدلا من $6000. وطبعا الرسوم دي منخفضة مقارنة بدول الخليج والدول الأوروبية، وده اللي بيخلي مصر واحدة من الاختيارات الأنسب
لدراسة طلاب الوافدين في الفترة الجامعية. ودلوقتي نروح للسؤال الأخير، إيه الفرق ما بين طب بشري وطب أسنان، وإمتى أختار ده وإمتى أختار ده لو كنت طالب وافد؟ دلوقتي بعد النظام الجديد في طب بشري بقت الفترات بينهم من حيث سنين الدراسة مش فرق كبير، يعني طب بشري 5 سنوات دراسة وطب أسنان 5 سنوات دراسة، بس طب بشري بعدها في سنتين من التدريب اللي اسمهم سنين الامتياز، أما طب أسنان في سنة واحدة بس من التدريب اللي هي سنة الامتياز برضه. بالنسبة للصعوبة في الدراسة، كلية طب بشري الأصعب من حيث الكميات ومن حيث المواد، وكلية طب أسنان الأصعب من حيث المهارات العملية والوقت اللي بتقضيه جوه الجامعة وانت بتتعلم المهارات دي. بالنسبة لما بعد التخرج، فلو انت طالب وافد وحابب بعد ما تتخرج من الجامعة بتاعتك ترجع بلدك تاني وتشتغل، فطب أسنان هيبقى الخيار الأفضل بالنسبة لك، لأنك مش محتاج بعده انك تاخد دراسات عليا أو ماجستير عشان تشتغل. ولكن في طب بشري فمعظم الناس ما بتقدرش تكتفي بشهادة البكالوريوس، وبتحتاج بعدها انها تاخد ماجستير او دراسات عليا او تخصص زي الزماله او البورد العربي. بالنسبه للتنوع في التخصصات، ففي طب بشري انت خلال فتره الكليه بتعدي على كل التخصصات وبتعرف كل حاجه في كل تخصص، فبالتالي بيبقى عندك الخيارات المتاحه كتير. اما في طب اسنان فانت من اول يوم عارف التخصص بتاعك وكل الابداع بتاعك هيبقى تحت التخصص ده. هتقولي انا احترت دلوقتي ومش عارف اعمل ايه، انصحني، هقول لك هات ورقه وقلم وجاوب على الاسئله دي ورايا. لو عايز تشتغل بعد التخرج فورا فيبقى طب اسنان. لو عندك حد يسندك ماديا بعد التخرج عشان تكمل دراسات عليا او تاخد التخصص بتاعك يبقى طب بشري. لو بتحب القرايه والمذاكره اكتر من الشغل العملي يبقى طب بشري، ولو بتحب شغل الجراحه والشغل العملي اكتر يبقى طب اسنان. واكيد ما ينفعش تعتمد على الفيديو ده بس عشان تاخد قرار بانك تدرس ده او ده، حاول تسال على قد ما تقدر ناس درست في طب بشري وناس درست في طب اسنان وخد منهم المميزات والعيوب من هنا والمميزات والعيوب من هنا، لان ما خاب من استشار. وطبعا تقدر تتواصل مع شركة الفا وتستشيرهم وتسالهم لانهم هيفيدوك اكتر مني، وده رقمهم موضح على الشاشه، ودي بعض القبولات للطلاب اللي قدموا من خلالهم. ودلوقتي عندي سؤال ليكم وعايز اجابتكم في التعليقات، برايكم ليه مصر من اكثر الدول اللي بتستقبل طلاب وافدين في فتره الجامعه؟ هقرا تعليقاتكم كلها، وما تنسوش تتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي، ولعند ما اقابلكم تاني لو احتجتوا حاجه ادوا العيش لخبازه. سلام.